فيها 3 ايام لقت الحفره جواها سلك كهرباء بس اللمبه بقوا 2. معناها ايه ان اللمبه بقوا 2؟ المتهمين مقبوض عليهم وجوه السجن، والموقع بتاع الحفر بيتغير كل يوم عن اليوم اللي قبله. مرة من غير لمض ومن غير سلك كهرباء، دي معاينة الضابط. مرة وفي لمبة واحدة مضاءة بمعاينة النيابة. المرة الأخيرة بقى بعدها بأربع أيام اللجنة لما عاينت أثبتت أن هناك لمبتين ومضاءين. معنى الكلام ده إن هذه المواقع مشاع على الكل، أي حد ماشي في الطريق بيخش على هذا الموقع. المفروض يا إما كانت اتعينت حراس عليها وهذا لم يحدث، يا إما الحفر اللي الضابط قال عليها مش هي الحفر اللي عينتها النيابة، مش هي الحفر اللي عينتها لجنة الأملاك. أنا آسف للمقاطعة يا أستاذ حسن، خلينا ناخد دور الطرف الثاني هنا في السؤال. ده هيؤدي إلى إيه في مسار القضية؟ أو بمعنى أصح، هل فكرة قضية الإتجار في الآثار وتهريب الآثار والتنقيب عن الآثار وحيازة الآثار اختصاره في إن في حفرة فيها لمبة أو ما فيهاش لمبة أو فيها سلك أو لا، ده هيفيد الدفاع في إيه ويغير من مسار القضية زي؟ لا، ما هو من ضمن الجرائم على فكرة أمر الإحالة اشتمل على جميع العقوبات والجرائم التي نص عليها قانون حماية الآثار ونسبوا إلى جميع المتهمين. وبالتالي من ضمن الجرائم الموجهة المنسوبة إلى المتهمين الحفر، القيام بأعمال حفر خلسة للعثور على الآثار وتهريبها والاتجار فيها. إذن لازم تبطل هذه الحفر. هل هي فعلا الحفر اللي تمت معاينتها وتمت الضبط فيها من عدمه؟ هل الحفر دي فعلا كانت تحت السيطرة المادية للمتهمين ولا لا؟ زي ما بقول لحضرتك المتهمين كانوا محبوسين، وأثناء حبسهم المواقع اللي هم حفروها اللي هم منسوب إليهم إن هم حفروها بتتغير كل يوم معلمها. معنى الكلام ده إن مش هم اللي كانوا بيحفروا، معنى الكلام ده إن هذه المناطق مطروقة للجميع، أي حد ممكن يحط لمبة يحط لمبتين. معنى الكلام ده إن في ناس تانية بتحفر. استاذ حضرتك بس أسأل حضرتك عن حضرتك في مرافعاتك دفاع قلت بطلان قرار 158 لسنة 81 قرار المزاري الخاص بالأراضي الخاضعة الأراضي الأثرية الخاضعة قانون 8. مظبوط. وقلت إن عزبة خير الله أو أرض خير الله دي أرض غير خاضعة لهذا القرار، وإن القرار ده تم تعديله من الوزير وده يعد تجاوز على السلطة التشريعية. مظبوط. وكمان في دفع تاني حاجة دفعته بإن تم الضبط الساعة 6 الصبح للمتهم الأول علاء حسنين في شارع الاستيراد، وإن الضابط أجرى كمين في شارع مساحته 5 متر. خلينا نتكلم الاول على ارض عزبه خيرالله. لو احنا رجعنا التاريخ هتلاقي حضرتك في محاضر كتير جدا اتعملت في هذه الارض محاضر اثار، وفي الاخر بتحصل على براءات. ليه؟ هذه الارض صدر بيها قرار سنة 1981 قبل صدور القرار القانون الجديد اللي هو 117 لسنة 83. هذا القرار صدر برقم 158 بتاريخ 1981، وهذا القرار هو اللي استندت إليه النيابة في توجيه الاتهام إلى المتهمين بالقيام بأعمال الحفر خلسة في أراضي أثرية. طب نرجع نقول القرار أن كان بيقول إيه؟ القرار بيقول بيعدل في المادة رقم 12 في القانون 215 لسنة 51. عدلها ازاي؟ المادة بتقول لا يجوز اخذ سباخ او اتربة او غيرها من الاراضي الاثرية. خلاص؟ القرار جه وقال ايه؟ لا، عدل، اضاف لفظ لا يجوز الحفر او البناء او اخذ سباخ او اخذ اتربة. القرار ده صادر من وزير المعارف في الوقت ده،
لإصدار مثل هذه القرارات كان يجب أن يكون هذا القرار صادر من وزير المعارف بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني. صدر من وزير المعارف بس، ووزير الاقتصاد الوطني لم يوافق عليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الوزير يعد من السلطة التنفيذية. هل يجوز للسلطة التنفيذية للوزير انه يعدل او يضيف او يشطب ما شرعه المشرع؟ لا يجوز طبعا، لان احنا عندنا سلطة تشريعية والمشرع، انت عارف اي مادة قانونية عشان تصدر بيبقى فيها مناقشات وفي مجلس الشعب او مجلس النواب والى اخره. ما ينفعش وزير يجي يضيف الى اي مادة ويعاقب عليها. الوزير عمل ايه؟ اضاف لفظ الحفر والبناء الى المادة 12 من القانون 215 لسنة 1951. ده يعتبر ليس من اختصاص الوزير، وبالتالي هذا القرار حين ميلاده ولد ميتا، ولد منعدما، لا يجوز تطبيقه على المادة. توضيحا للي بيتابعنا دلوقتي على الطيبات المختلفة، هل معنى كده ان الاماكن اللي كان فيها الحفر اماكن اثرية ولا مش اثرية؟ كده معنى احنا بنثبت بقى ان هذه الاماكن ليست اثرية. ارض عزبة خير الله ليست اثرية ولا تعد اراضي اثرية. بالاضافة لكده، واحنا وانتوا شفتوا انا قدمت اربع قرارات جمهوريين صادرين من السيد رئيس الجمهورية على تواريخ مختلفة. بتقول ايه القرارات دي؟ ان الارض دي مخصصة اسكان، مخصصة تجاري، مخصصة لاعمال ترفيهية. طب ازاي تبقى هي مخصصة كده من رئيس الجمهورية وتيجي تقول لي انها ارض اثرية؟ دي النقطة اللي حضرتك كنت بتسأل عليها. نروح للأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد برضه حضرتك كان ليك طلبات قبل بدء مراجعتك لهيئة المحكمة، والمحكمة رأت إن طلبات في غير محلها على ما أعتقد، وحضرتك بدأت مراجعتك. حضرتك تكلمنا عن طلباتك اللي لم يتم الموافقة عليها، الطالب إيه وليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت السادة المشاهدين، أنا النهاردة حضرت بعد الأستاذ طارق جميل مترافع وبعد الأستاذ الدكتور حسن مترافع، وأنا كان لي طلب أول في بداية مرافعتي إن أنا طلبت من المحكمة إن أنا مصمم على طلبات اللي أنا بديتها قبل كده، بإني هو ضم دفتر أحوال نقطة كمين قرية دلجة وسماح شهادة رئيس مباحث مركز درمواس أحمد السطي، كما سماح شهادة كرئيس كمين نقطة كمين دلجة السيد كريم العزجلان. والمحكمة قالت لي إن أنا هي ناقشتني في هذا الطلب. ليه يا فندم بالنسبة لأقوالهم ليه؟ لأن المتهم بتاعي بينازع منذ فقورة التحقيقات بأنه تم القبض عليه في كمين قرية دلجة. أصبح اختصاص المكان بتاع السيد الضابط ما ينفعش، لا يجوز للسيد الضابط أن يتجاوز إذن النيابة العامة، لأن إذن النيابة العامة صادر له في نطاق القاهرة جنوب القاهرة، فلا يجوز له الانتقال إلى محافظة المنيا والقبض على المتهم، كما أنه لا يجوز له النهاردة انك انت لما قبضت عليه كان في بتقول انك انت قبضت عليه الساعة 6 في الطريق الاستراد يوم 24، في حين ان هو بيقول انك قبض علي يوم 23 الساعة 9 في قرية كمين دلجة في محافظة المنيا. كما انا طلبت برضو من الهيئة الموقرة بان هي برضو تسمح لنا بطلب تاني، وهي الانتقال والمعاينة للحفر لإثبات عدم المعقولية، لان الساد الخبير اللي جه بتاع هيئة الاثار قال ان مناطق الحفر دي كلها الاربعه دول موجودين على مسافه 500 متر، فاذا لما كنا بحفر في الحفر الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه والرابعه اشوف الناس بتحفر، فاذا انا كلنا شايفين بعض على مسافه 500، حاجه غير معقوله وغير مستظهره. في نقطه ثانيه عايزين نسال حضرتك فيها استاذ حسن، يرد عليها دي واحده. انا هجاوب على السؤال اللي قاله بخصوص ساعه الضبط في طريق الاستراد. هو السيد الضابط قرر انه حدد عدة أكمنة قبض عليه في أحد الأكمنة في منطقة ترة. المحكمة طبعا بعتنا جبنا أكمنة ثابتة في دفتر الأحوال. لما سألنا السيد الضابط قال لك أنا مش فاكر ومعرفش أسامي القوات اللي كانت في الأكمنة. ناهيك عن كده، السيد الضابط عمل إيه؟ ضبط علاء في سيارة في منطقة ترة الساعة 6 الصبح يوم 24/6. هل حضرتك متخيل ان الضابط لابس ملكي
يوقف عربياته يفتشها وفي الاخر يمسك متهم؟ فوتناها وقلنا مفيش مشاكل. مسك المتهم ومسك معاه 235 وقعد يفحصهم قطعه قطعه، يعني فردهم على الشارع كده في الطريق واحده واحده. ينفع الكلام ده؟ من ضمن الاوصاف اللي بوصفها وانا بوجه الكلام ده للساده المشاهدين، لفظ انا اعرفها ولا حتى حد كان في